السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الأكارم إلى جديد حلقاتنا لهذا البرنامج، برنامج عواد، والذي يقدم برعاية من عالم الفنون الجميلة ويعرض على شاشة تلفزيون حضرموت. في هذه الحلقة وننتقل وإياكم من مسجد إلى مسجد في هذه المدينة الجميلة ساحرة حضرموت، عاصمة المحافظة مدينة المكلا. ونحن اليوم هنا في ديس المكلا، هنا نحتفي بختم مسجد النجم بحي أكتوبر. دعونا وإياكم نتعرف على جديد فقراتنا لهذا البرنامج، كونوا معنا. مشاهدينا الأكارم، أولى فقراتنا لهذا البرنامج وهي اللقاءات التي طبعا سنجريها مع العديد من أبناء هذا الحي وأبناء هذه الحارة الذين هم يحتفلون اليوم بهذه المناسبة. نتعرف على سالم ياسر بافرج. سالم، طبعا اليوم ونحن هنا طبعا في كاميرا تلفزيون حضرموت نشارككم هذه الأفراح والمناسبات في هذه الحارة، كيف تعبرون عن هذه المناسبة؟ طبعا هذه الاحتفالية تقام كل سنة في شهر رمضان. الجميل فيها أن تحتفي الأسر ببعض، يعني تجتمع الأسر، الأطفال يأخذون حريتهم في اللعب في اللهو، نعبر عما ينغصهم، يعني هذه الاحتفالية الوحيدة اللي تخليهم يخرجون خارج السرب. يعني رهف خالد عمر بعيسى. ما شاء الله، كيف حالك اليوم؟ بخير. فرحانة بالختم؟ أيوة. بالحبوبات من اسمك؟ طيب ايش حابة تقدمين للمشاهدين الكرام في هذه المناسبة في ختمكم؟ تنشودة صح؟ تفضلي. جنة الدنيا يا أمي تحت أقدامك مناي، كل نبضة تحت يمه هي حبك يا غلاي. جنة الدنيا يا أمي تحت أقدامك مناي، كل نبضة تحت يمه هي حبك يا غلاي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. حقيقة يعني الشعور لا يوصف، يعني وكما يقال لسان الحال أبلغ من لسان المقال. يشاهد الجميع ما شاء الله فرحة الأطفال، فرحة الكبار، فرحة الصغار، يعني هذا شيء يدعو إلى الطمأنينة وإلى الاستقرار وإلى الراحة، وكل هذه الأمور والانطباعات هي حقيقة من المشاعر الإيمانية التي تتمكن في قلوب الناس، لأنها مستقاة يعني من مبدأ ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وحقيقة يعني الختم هو شعيرة من شعائر الله عز وجل، لأنه يجتمع فيه الناس في بالنسبة للمساجد، وهذا الذي تفردت به مدينة المكلا، أن الختم يعني تجتمع فيه الناس في ختم القرآن الكريم. كل مسجد يجتمعون على الدعاء، على الالتجاء إلى الله عز وجل، على صدق الوجهة إليه في أن يرفع ما حل بالبلاد وبالعباد، وهذه وجهة إلى الله عز وجل. وهذه الفرحة أيضا التي تدخل على الأطفال وتدخل عليهم، هذه أيضا من مشاعر الله عز وجل، من الأمور التي استحبها النبي صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام، ما زلنا متواصلين معكم في هذا البرنامج. معنا هنا الأستاذ أحمد السعدي، أو الشيخ أحمد السعدي، مدير عام مكتب وزارة الأوقاف بساحل حضرموت. أهلا وسهلا فيك، وهو طبعا ابن الحادي الحارة. أهلا وسهلا بكم جميعا. إمام مسجد النجم. نعم، الله يحييكم. أهلا وسهلا. ماذا تقول بهذه المناسبة وبهذا الشهر وبالخواتيم المباركة في هذه الأيام؟ شهر رمضان شهر الخير والبركة والقرآن والصيام والقيام، شهر تجتمع فيه الناس، ومن العادات القديمة التي جمعنا فيها السلف أن يكون يقام فيه الختم للقرآن. هذا ختم القرآن، فيه تجمع الناس، تتآلف بينهم، يجتمعون فيها، يتآلفوا، يتقاربوا، يتراحموا، تعود البهجة والفرحة في الناس، ولهذا مقاصد وأمور شرعية طيبة إن شاء الله. حبت وجراحي وقالوا لي صغير وخنتوكم.
مشاهدينا الأكارم، ما زلنا متواصلين في هذا الختم الرائع والجميل من أبناء هذه الحارة، حارة منطقة طبعا بجعمان بديس المكلا. هنا طبعا يحتفلون بهذا الختم السنوي لمسجد النجم. تعرف عن والدك؟ أنور أضغينم. نريد استعاد شيء من الذكريات يعني الجميلة أيام رمضان وأنتم ربما شباب أو أطفال، أو كيف تجدوا رمضان في ذاك اليوم وهذا اليوم؟ رمضان كل سنة، وكل سنة نحن طيبين إن شاء الله رب العالمين ويجمعنا احنا على خير. هذه فرحة سارة تسر المسلمين جميعا في بلاد المسلمين، وبالذات خاصة في حضرموت أبشرة سارة، يفترح يفتخر بها كل أهل حضرموت، الحضارة والثقافة والدين والدعوة الإسلامية. نحن الحضارة لنا بذرة كاملة في الإسلام، وصلناها لكل العالم من شرقها إلى غربها، والحضارة معروفون بالذات الأخلاق الحميدة والذكريات والوفاء والعزة والتواصل الرحم والأرحام. نتلاقى في كل شهر، في كل شهر رمضان كل مكان له مسجد خاص به، يتلاقون مجموعة الأهلية بالأرحام كاملة متواصلة في حضرموت بالذات، خاصة حضرموت هذه تعتبر أم الدعوة الإسلامية والثقافة الحضارية. وطني وطني ما أحلاه، وطني يمني أنا أهواه. مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة مرة أخرى، ومعنا الآن فقرة هي فقرة خاصة للأطفال أيضا كذلك، وهي لعبتك علينا، الفقرة التي تفوز بها الحبوبة هذه، ونسمع منها أنشودة جميلة ورائعة. راح إن شاء الله نعطيها جائزة من البسطة اللي هي اللعبة اللي هي حابة تختارها. نتعرف أول على الحبوبة. مريم جواد الجفري. مريم صف كم تدرس يا مريم؟ رابعة طالع خامس. ما شاء الله. ايش المدرسة؟ بداري. ما شاء الله جميل جدا. طيب اكيد في هناك انشودة في المدرسة يحفظوكم اياها، راح ان شاء الله تسمعينها ويتعرف عليها المشاهد. هي القدس مصر النبي الامين، هي القدس يا اخوتي المسلمين، بكم تستغيث فلب الندى وهبوا لنجداتها مسرعين. هناك البراق هناك الحرم، هناك القداسة منذ القدم، ومسر الرسول ومعراجه، ومهد المسيح وكل القيم. فلا تحزني يا عروس البلاد، فتحرر أرضك من ديننا. ما شاء الله صف قولها. ألف مبروك على مريم صح؟ الآن مريم أمام البسطة، إيش تختاري من لعبة؟ ماشي غير العروسة؟ عروسة. طيب إيش هي هذه العروسة؟ ها؟ طيب ما شاء الله تبارك الله فساتين وده. بتعرفينها ولا بتخلينها مشعطرة؟ أعرفها. بتعرفينها؟ يلا إن شاء الله أتمنى لك التوفيق. إيش تقولين للمشاهدين؟ كل عام وأنتم بخير، رمضان كريم، ورمضان يجمعنا إن شاء الله يا رب. مشاهدينا الأكارم، وفي فقرة عالم الفنون الجميلة الراعي هذا البرنامج، سنكون معكم مع الأطفال في جوائزنا التي تقدم كالمعتاد في هذه الحلقة وكل الحلقات من هذا البرنامج. كونوا معنا ونصحبكم في هذه الفقرة. تعرف على جود صح اسمك؟ أيوة جود. يلا نبغى صوت يخلي ديلي يرقصوا أكثر. يلا ايش معك؟ مصطفى مصطفى من باعوا ولا الصفا، سيد الانبياء مش علال في الوفا، كان في عطفه من يدان مديفه. ما شاء الله. من ينشدها هذه؟ من ينشدها؟ من الروضه. من الروضه. ما شاء الله.
تمام، هات له لها جائزة الجود، تستاهل، صفقوا الجود. ايوه ممتازة. جائزة طبعا مقدمة من عالم الفنون، ايش تقول للمشاهدين؟ كل عام وانتم؟ انتم بخير. متواصلين معكم مشاهدينا الأكارم في هذه الحلقة وهذه الفقرة، فقرة راعي هذا البرنامج عالم الفنون الجميلة. من راعي هذا البرنامج؟ الفنون الجميلة، عالم الفنون الجميلة. طيب إيش حابة تقدمين بهذه المناسبة؟ أنشودة. يلا تفضلي. عيد العايدين عيد الفايزين، عوض الله علينا بالمصرف كل عيد. عيد العايدين عيد الفايزين، عوض الله علينا بالمصرف كل عيد. ما شاء الله، صف قولها، والف مبروك، تستاهل جائزة، هي الجائزة مقدمة من راعي هذا البرنامج. تعرف على الحبوبة؟ يا لطفي باكتير. طيب وانت من؟ جود عماد غوانم. جود، نعم، يا سلام. طيب ان شاء الله جاهزين على المسابقة، ها؟ ان شاء الله. طيب بغينا انشودة حلوة، يعني تكون جديدة، يعني حفظتيها من مدرسة، حفظتيها من مكان ثاني غير التقليديات ديلا حق ماما فين يا رمضان يا شهر النور، ايامك بهجر وسرور، شهر الراحة شهر الطاعة والغفران، نحن نحبك يا رمضان، شهر الطاعة والغفران، نحن نحبك يا رمضان، ونرحبك يا رمضان، ونرحبك يا رمضان، ونرحبك يا رمضان، يا رمضان يا رمضان. ما شاء الله، صف قولها. وين حفظتي هذه الأنشودة؟ ها؟ بأطفال مواهب. وين؟ أطفال مواهب. يعني تشوفيها بالتلفزيون. ألف مبروك، حصلت على جائزة من عالم الفنون الجميلة. أكارم في كل مكان في عموم الوطن الحبيب، من هنا نختم طبعا هذه الحلقة من هذا المسجد، من مسجد ختم مسجد النجم بمنطقة بديري بديس المكلا، إحدى الأحياء الشعبية هنا في وسط مدينة المكلا عاصمة حضرموت. وصلنا إلى ختام هذه الفقرات التي تنوعنا فيها وتجولنا فيها بين فعاليات وأيضا كذلك مسابقات مع الأطفال. نلتقي إن شاء الله بإذن الله تعالى في حلقة جديدة من برنامج يا عواد.